هو عصامي النشأة وموسوعي الثقافة، هو صاحب موسوعة كوردلوجيا وفرسان السرد العراقيون والخيام وغيرها. مرحبا أعزائي المشاهدين، نلتقيكم مجددا بحلقة من برنامج رموز، واليوم راح نستذكر وياكم ضيف رحل عن عالمنا هذا لكنه ترك إرثا غنيا من الثقافة والعلم والأدب، هو الراحل جلال زنكبادي. كونوا ويانا. وإذا كنا قد عرفنا جلال زنكبادي من خلال ملحمة هكذا شطح الكائن مستقبل إذ المضادة، فإنه شاعرا يعد أهم رواد الحداثة. كذلك اشتغل في مجال الترجمة لإتقانه إلى جانب لغته الأم الكردية اللغة العربية والإنجليزية والإسبانية والفارسية والتركية، ناهيك عن أنه يكتب بلغة كردية موحدة نتيجة اطلاعه على 5 لهجات كردية، بما يؤهله ليكون لغويا كرديا، وهو العلامة والمثقف الشامل. تخرج زنكبادي في معهد إعداد المعلمين في بغداد سنة 1969، وعمل في مجال التعليم في الفترة ما بين عامي 1971 و1991، ليتفرغ بعد ذلك ويعمل في عدد من المجلات والصحف المهمة في إقليم كردستان محررا وسكرتيرا أو مديرا أو رئيسا للتحرير. ومن المجلات التي عمل فيها مجلتي نو شفق الفجر الجديد ومندلاني بابا غرغر أطفال بابا غرغر عام 2003 في كركوك، وغولان العربي، وقد كانت له زاوية ثقافية ثابتة فيها، وكان شخصيا من كتابها ضمن فترة محددة. كما عمل الزنكبادي في مجال التدقيق اللغوي، إذ راجع ونقح المئات من النصوص الأدبية والبحثية والكتب المؤلفة والمترجمة لأدباء وباحثين كرد وعراقيين ومنهم أساتذة جامعيون، ليكون له حضوره في تلك الكتب المهمة سواء ذكر اسمه ودوره أم كجندي ثقافي مجهول. وعلى الرغم من أن جلال زنكبادي كان مستقل وذو أفكار ديمقراطية، إلا أنه لم ينجو من مصيدة آلة القمع، إذ تعرض أكثر من مرة في حياته للترحيل والإبعاد نتيجة عدم قبوله بالخنوع، لأنه كان صاحب موقف من آلة الاستبداد، ما تسبب في دفعه ثمن غالي، وقد انعكس ذلك على حياة أسرته التي طالما عاشت القلق، وكان إن تعرض أكثر من واحد منها لبعض الأمراض الخطيرة، من بينهم زوجته وابنه الذي توفي قبل فترة وهو في ريعان شبابه. كذلك عمل الزنكبادي في مجال التمثيل، إذ أدى في عام 2000 دور الشاهد الرئيس في الفيلم التسجيلي الأراضي الضائعة، الذي تناول سياسة الأرض المحروقة التي ينجم عنها تدمير البيئتين الطبيعية والبشرية في كردستان العراق. وقد كانت قائمة إصدارات زنكبادي حافلة بالإبداع والبحث والترجمة، وقد صدرت له أعمال مهمة بلغت أكثر من 25 إصداراً، منها موسوعة الخيام، الكوردلوجيا، فرسان السرد العراقيون، من الأرومة الكردية وغيرها، إلى جانب أعماله الإبداعية وترجماته الصادرة، فإن هناك العشرات من المخطوطات المهمة التي لم تطبع بعد. كذلك أهم ما يميز جلال زنكبادي أنه ساهم في تأسيس جمعية مترجمي كردستان سنة 1992، وساهم في تأسيس الحركة الشعبية الكردستانية سنة 1996، وساهم أيضا في تأسيس المركز الثقافي والاجتماعي في كركوك سنة 1998، وأسس عدة مجلات أدبية مثل نو شفق أطفال بابا غرغر، وله حوالي 30 مؤلفا ما بين الترجمة والبحث والتحقيق والشعر. ومن دواوينه الشعرية نذكر ملحمة مضادة، ها هي معجزاتي، قصائد تأبى أي عنوان، ومن ترجماته نذكر ديوان عمر الخيام ودراسة وترجمة سنة في الجحيم لمها القرداغي، قصائد مختارة لسرغون بولوس، وأبحاث فكرية أخرى. أعزائي المشاهدين، رحل جلال زنكبادي عن عالمنا هذا لكنه ترك إرثا من المؤلفات والبحوث الفكرية الكبيرة والتي تعصى على النسيان. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم، انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.